السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم باشمهندس أحمد منعم، طالب كلية حاسبات ومعلومات سنة رابعة، وشغال IaaS developer. لقيت ناس كتير محتاجة فكرة اللي هي الباينري سيستم، فقلت هعمل بلاي ليست تتكلم عن الباينري سيستم. فالبلاي ليست بتاعتي دي هتكون عبارة عن ايه؟ اول فيديو ده هيكون انترودكشن بسيط عن الباينري سيستم. فهالاول هنتكلم عن الاوت لاين والفيديوز اللي جايه هيكون فيها ايه. فاول حاجه بيتكلمني الاول عن التايبس بتاعت الداتا اللي عندي، باينري وديسيمال واوكتال وهيكساديسيمال، تمام؟ ده بيكون اول حاجه عندي باينري وديسيمال واوكتال وهكسا ديسيمال. بعد كده في تاني فيديو هنتكلم عن الباينري اديشن و سبتراكشن، الجمع والطرح بتاع الباينري. تالت فيديو عندي بيتكلم ازاي اقدر احول من decimal ل binary أو octal أو hexa decimal. رابع فيديو هيكون بيتكلم عن العكس، ازاي اقدر احول من باينري او اوكتال او هيكسا لي ديسم. فهنبدأ بأول حاجة عندنا، وهي ببتدي اتعرف عن كل داتا تايب من اللي عندي. عندي اول حاجه هي الباينري. الباينري ده عباره عن ايه؟ هو عباره عن اصغر حاجه الكمبيوتر بتاعي بيقدر يستخدمها، اللي هي او بتكون 0 او بتكون 1. 0 او 1 يعني ايه؟ يعني ممكن الرقم بتاعي ببساطه بيكون مكون من 0 1 1 1، او مثلا ممكن يكون 1 0 1، ممكن يكون الرقم بتاعي كله وحايد اكسترا، تمام؟ محتاج اعرف ايه عن الباينري؟ محتاج اعرف البيز بتاعها. يعني ايه بيز؟ يعني هي بتكون مكونه من ارقام قد ايه، بمعنى مش حجم الرقم بتاعي، لا الرقم بتاعي اصلا هيقدر يتكون ازاي. يعني هنا بنقول هي بتشيل 0 او 1، فبالتالي البيز بتاعها بيكون 2، يعني الرقم بتاعي ما ينفعش يكون مكون غير من 0 او 1. فده نفس الكلام بالظبط، محتاج هنا اعرف عنها ان هي بتكون بيز 2، ودي من اهم الحاجات اللي لازم نكون عارفينها عن الباينري. تاني حاجة عندي وهي بتكون الديسمال. الديسمال فكرتها في ايه؟ فكرتها هي بتكون مكونة من 10 ارقام، يعني اقدر اعمل ارقام عندي من 0 لحد 9. حد هيقول لي مش فاهم يعني ايه كده؟ اقول له يعني بكل بساطه ممكن الرقم بتاعي يكون كده 1 2 3، ممكن يكون الرقم بتاعي 9 8 1، ممكن يكون الرقم بتاعي مثلا 7 7 8، وبرده اكسترا، يعني ممكن اضيف ارقام زي ما انا عايز. في نفس الوقت البيز بتاعها بيكون ايه؟ هي مكونة من بتكون مكونة من 0 إلى 9، يعني 0 1 2 3 4 5 6 إلى 9. لما نيجي نشوف هنلاقيها اللي هي بيز 10، تمام؟ بعد كده عندي تالت حاجة عندي هي بتكون الأوكتال. الأوكتال بتاعي هو عبارة عن إيه؟ هو عبارة عن حاجة زي الديسيمال بس أصغر شوية. هو بيكون مكون من 0 برضو بس لحد 7، بمعنى إن أنا مش معايا ولا الـ 8 ولا الـ 9.
الكلام ده بيحصل ازاي؟ ان الرقم بتاعي يكون مكون من 2 3 5 6 7 1. حد يقول يعني مش هيكون عندي 8؟ هقول له بالظبط. يعني لو عندي رقم وحد بيقول لي الرقم ده اوكتال وبيقول ان الرقم ده بيكون 8 2 1، هقول له الرقم ده بيكون غلط. ليه الرقم ده غلط؟ لان عندنا هنا 8 والاوكتال ما فيهوش 8. الرقم بتاعي البيس بتاعه لو رقم اوكتال البيس بتاعه هيكون ايه؟ هيكون 8، عشان هو بيكون مكون من 0 الى 7. اخر حاجه عندي وهي بتكون الهكسا، اللي هي الهكسا ديسمال. الهكسا ديسمال بيكون مكونه من ايه؟ من 0 لحد من 0 لحد الاف. حد هيقول لي يعني ايه اف؟ هقول له الفرق في الهكسا ديسمال انه بيحاول يميزها شويه عن الديسمال، فقال ان انا هزود فيها شويه ارقام. يعني هيكون عندي عادي من 0 لحد 9، بس انا عايز اضيف عندي شويه حاجات زياده، عايز اضيف 10 11 12. فقال لك هتعمل ايه؟ هو يعني من 10 لحد 15، فقال 10 11 12 13 14 15، تمام؟ فقال الحاجه دي هتكون ليه؟ قال لك عشان اقدر اميزها شويه عن الديسمال. حد هيقول لي بس احنا هنا ممكن يكون عندنا رقم 10، يعني ممكن هنا في الديسمال يكون عندي رقم 10. هقول له اه مفيش مشكله، بس احنا هنا نقدر نميزها في الهكس ديسمال ازاي؟ قال عن طريق ان انا هيكون عندي عادي خالص هنا من 0 لحد 9، لكن من اول ما اجي ابدا من 10 عشان اقدر اميزها هديها ترتيب بالحروف الابجديه. ازاي؟ يعني هيكون عند ال10 حرف الاي، عند ال11 حرف البي، عند ال12 حرف السي، عند ال13 حرف الدي، عند ال14 اي، وعند ال15 اف. احنا كده عرفنا كل واحد منهم. حد يقول لي طب البيز بتاع الهكسا ديسمال بيكون ايه؟ هقول له ان احنا هنا عندنا من 0 ل 15، فبالتالي البيز بتاعه هيكون 16، لانه بيكون مكون من 16 رقم. هنعد من 0 لحد 15 هنلاقي ان هم كلهم على بعضهم كام؟ 16 رقم. فبالتالي لازم نكون محتاجين نعرف ايه؟ محتاجين نعرف الباينري والديسمال والاوكتال والهكسا، هو كل واحد فيهم بيكون مكون من قد ايه؟ وينفع اضيف فيه حاجات ولا لا؟ يعني زي الاوكتال ما ينفعش نضيف فيه رقم زي الثمانية. عندنا في الهكسا لو عندي 10 او 11 او 12 او 13 لحد 15 بعمل ايه؟ بحط قدامهم ترتيب الحروف الابجديه اللي هو A B C لحد ال F. البيس بتاع كل واحد منهم مهم عندي. بكده اول فيديو بيكون خلص، نقدر نعرف ايه الداتا اللي عندي وايه انواعهم وايه اللي بيميز كل واحد عن التاني. ان شاء الله في الفيديو اللي جاي هنتكلم عن الاديشن والسبتراكشن بتاع الباينري.